مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم واول حلقه في الموسم الجديد من حديث القاهره. نبتدي النهارده مع بعض السبت 14 سبتمبر 2024. الحقيقه بنبتدي في يوم مميز جدا، ليله المولد النبوي الشريف. كل سنه والعالم كله بخير، في سلام ومحبه. كل سنه وكلنا ايدينا في ايدين بعض علشان اللي جاي يبقى افضل، علشاننا وعلشان ولادنا وعلشان كل اللي جاي. حديث القاهره كل الفتره اللي فاتت كبرنامج توقف، لكن حديث القاهره اللي هو انتوا طول الوقت صوته عالي جوه مصر ومؤثر ومسمع بره مصر. ليه؟ لان حديث القاهره لو عايز تعرفه لازم تفتكر كلمه الرئيس الفرنسي تشارلي دي جول. بص على الخريطه، خلينا نبص على الخريطه ونعرف ليه دايما حديث القاهره صوته عالي سواء كانت الحاجات بره او جوه. تشارلي دي جول قال لمحمد حسنين هيكل: عايز تفهم سياسه، بص على الخريطه، مصر هي النقطه اللي في وسط العالم، عشان كده لازم تاثر وتتاثر بكل حدث في العالم. عايز تعرف الصومال واللي بيحصل فيها هياثر فينا ولا لا، بص على الخريطه. عايز تعرف اليمن اللي بيحصل فيها هياثر فينا ولا لا، بص على الخريطه. فلسطين الحبيبه اللي بيحصل فيها مأثر فينا، وبص على الخريطه. حتى في اوكرانيا وروسيا، اي حته في العالم لازم تسمع في مصر لانها قلب العالم. التاثير ده بيكون سلبي وبيكون ايجابي، لكن بالاساس زي ما هو قال، حتى لو بصيت على الخريطه رغم كل التحديات اللي ممكن تخلي سهم التاريخ احيانا ينزل لتحت زي ما قال جمال حمدان في شخصيه مصر عن عبقريه المكان، لكن لازم السهم ده يطلع لفوق. لانك لما تبص على الخريطه مش هيكون قدامك غير انك تقول يا مصر. لازم تبص بنظرة مستقبلية فيها تفاؤل، لأن المصريين كبار قوي. أحداث مصر الداخلية هيفضل صوتها عالي، وهتفضل تأثر في صناعة القرار بره، واللي بيحصل بره هيفضل يأثر فينا. يعني ممكن حد يشوفها نقمة، لكن أنا شخصيا شايفاها وعايزة كل حد معانا يشوفها إنها أكبر نعمة ربنا ادهلنا. إن مصر الكبيرة دي حتى لو بنعاني شوية وإحنا بنبص على الخريطة ونشوف تأثيرها علينا، إلا إن إحنا دايماً بنقف وسهم التاريخ هيطلع لفوق تاني، سواء بقى في الاقتصاد، في السياسة، في أي شيء. لأن مصر لما بتعوز بتعمل، الرغبة والإرادة. وده اللي إحنا هنحاول طول الوقت إن إحنا نقف قدامه هنا في حديث القاهرة، ونوعدكم إن إحنا هنكون صوت مصداقية ومهنية طول الوقت، صوتكم هنا في حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس. من بص على الخريطه وتشارلي دي جول وكلام جمال حمدان عبقري الجغرافيا للاحداث اللي موجوده النهارده. يمكن من ساعتين فاتوا سمعنا وتابعنا، ولحد دلوقتي لسه المستجدات موجوده عن الحادث الذي حدث في مدينه الزقازيق. تصادم قطارين، حادث مأساوي. لحد دلوقتي بتطلع البيانات الصحفية سواء من رئاسة الوزراء، من وزارة النقل، من وزارة التضامن الاجتماعي، كل الناس بما فيهم حتى محافظ الشرقية. الأخبار حتى الآن بتقول إن في عدد من المصابين، في عدد من الوفيات. عربيات الإسعاف، 34 عربية إسعاف في موقع الحادث لحد دلوقتي. إحنا على مدار الحلقة هنوافيكم بالأخبار، بنتمنى يا رب السلامة لكل الناس اللي موجودين حاليا في القطر، وربنا يرحم شهدائنا اللي كانوا موجودين. ويعني للأسف كان يعني الموت من نصيبهم في هذا الحدث الصعب. مصر يعني أكيد الحاجات دي لما بتحصل بنقف قدامها كلنا، هنعرف الأسباب وهنحاسب اللي تسبب فيها، لكن بالأساس دلوقتي كلنا إيد واحدة. لو محتاجين نقل دم في أماكن معينة، أنا عارفة أن محدش هيتأخر من كل أهلنا اللي موجودين هناك، وهنتابع معاكم الأخبار، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يعديها بالسلامة. من ده لخبر تاني هو حديث القاهرة. بما أننا قلنا المولد النبوي، فعمرة المولد النبوي كانت حديث القاهرة. إيه بقى حكاية الحاجات اللي بتتكتب ويتنقلها الناس؟ إن المصريين ممنوعين أو محظورين من العمرة. يعني هل في أي حظر على المصريين من العمرة؟ وخصوصا بعد ما شفنا الضوابط والقواعد الجديدة اللي تم اعتمادها علشان تنظم إجراءات رحلات العمرة والحج للموسم اللي جاي وتم الإعلان عنها. خلينا نشوف إيه الحقيقة وحقيقة الحاجات اللي بتتقال دي من خلال يعني ضفنا على التليفون الأستاذ باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة. يا أستاذ باسل مساء الخير.
مساء الخير يا فندم، اهلا بيك، تحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. المولد النبوي الشريف، وتحياتي للمشاهدين الكرام. ويا رب العالم كله بخير. طب استاذ باسل، ممكن تقول لي هل عمره المولد النبوي الشريف زي كل سنه ميسره ومسهله للمصريين وخرج ناس، ولا كان في السنه دي ازمات؟ هي لسه للاسف طبعا النهارده بكره يوم الاحد ما تحت 12 ربيع اللي هو المولد النبوي، ميعاد المولد النبوي الشريف، وللاسف لسه الرحلات قدامنا 10 ايام، ولكن بنسميها رحله المولد النبوي الشريف بتمتد لاكثر من شهر، فلسه عندنا فرصه ان شاء الله رحلات تطلع خلال الفتره الجايه بنسميها رحلات المولد النبوي الشريف، ان شاء الله بنقدر ننظم فيها من خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طب استاذ باسل، يعني بصراحه كده قول لي ايه حقيقه الكلام اللي اتقال ان في المصريين لما كانوا بيروحوا للشركات بتاعه السياحه يتقال لهم ان المصريين ممنوعين من ان هم يطلعوا العمره الفتره دي، هل في اي حاجه ليها علاقه من دي؟ ولو في ناس ممنوعه قول لنا هم مين اللي عليهم محظورات. هو بس خلينا نقول ان موسم العمره اللي بيبدا بشكل رسمي من خلال وزاره السياحه المصريه وشركات السياحه المصريه لم يبدا حتى الان، فبالتالي اي فتره سابقه للنهارده فعلا لو حد سال في اي شركه سياحه يقول له للاسف احنا ما عندناش تصريح رسمي عشان ننظم رحلات العمره، فده حقيقي، لكن اعتبارا من يوم الاثنين هيبدا الاجراءات بتنظيم موسم العمره للعام الجديد ان شاء الله. طيب ده كان بسبب الضوابط وانها لسه ما خرجتش، ولا بسبب ان في محاذير على المصريين بشكل عام؟ لا، بسبب الضوابط والقواعد اللي المفروض تطلع من خلال وزاره السياحه ما كانتش لسه اصدرت حتى التاريخ. تمام. طب سؤال تاني بقى كمان منتشر بين الناس وهو حديث القاهرة، الناس اللي كانت بتدخل للعمرة مع شركات السياحة أو مع غيرها على الفيز الخاصة بالدول الأوروبية سواء كانت شنغن أو بريطانيا أو أمريكا أو غيرها، قالوا إن هم كمان بقى عليهم محظورات، هل دي حقيقة؟ هم ما لهمش محظورات ولا حاجة، ولكن كانوا بيحتاجوا في قانون اسمه قانون بابا المصرية بيلزم أي مسافر رحلة العمرة من خلال تأشيرة الزيارة أو من خلال رحلة العمرة عليه إنه دي تصريح من خلال البوابة المصرية، ده قانون مصري وده كان ملزم لأي حد سافر لازم ياخد تصريح بالمعنى ده، فعشان كده ده إجراء تنظيمي كانت بتعملها أقرته الدولة المصرية من خلال قانون البوابة وملزم لكل المسافرين من خلال تأشيرة الزيارة أو العمرة، عشان كده الناس كانت بتسميه حظر، هو مش حظر، هو شيء ملزم للناس عشان تقدر تسافر من خلال التأشيرات دي. عظيم. طيب سؤال اخير، هل في عدد محدد انتوا حضراتكم هتكونوا ملتزمين بيه، هو الحد الاقصى للعدد اللي ممكن يطلع من مصر للرحلات الدينيه دي؟ لا بالعكس، السنه دي الموسم مفتوح ومطلق للمنافسه ما بين الشركات، في عدد مطلق للمنافسه لان كل واحد هيلاقي فرصته متاحه عند الشركه والبرامج اللي هو اختارها من خلال المنافسه الموجوده ما بين شركات السياحه المصريه. والاسعار بتبتدي من كام يا استاذ باسل؟ من 30,000 جنيه الاسعار الاقتصاديه، وتمتد الى ارقام حسب طلب الخدمات ونوعيه الخدمات ومنتدى. تمام، انا بشكرك جدا استاذ باسل السيسي. صح. عضو غرفه شركات السياحه، واديكم سمعتوا ما كانش في محظورات غير ان الحاجات اللي بتضبط هذه العمليه ما كانتش لسه خرجت ولسه تم اعتمادها مؤخرا. طيب الدولار بقى ايه 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 السر وراء يعني انخفاض الدولار امام الجنيه المصري؟ يعني احنا شفناه وصل لحد 49 وبعدين بدا ينزل تاني لحد ما وصل ل 48 و30 قرش. ايه اللي بيحصل في عالم الدولار؟ هل تحويلات المصريين فعلا من الخارج هي اللي منزله سعره، ولا الصفقه بتاعت منجم الذهب، ولا في اسباب من بره مصر اصلا الموضوع ملوش علاقه بالاحداث الداخليه؟ خلينا نسال السؤال وناخد الاجابه من الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي. يا دكتور احمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. دكتور احمد، ليه الدولار بينزل قدام الجنيه؟ طب هو في مجموعه كده من العوامل عشان حضرتك ذكرتي بعضها، ولكن خلينا نقول العوامل توتالي كده اللي اثرت في حاله الاستقرار اللي شفناها الفتره الماضيه، وانخفاض طبعا الدولار من 6.3 بنتكلم كنا في 49.5 وصلنا ل 48 دلوقتي بوينت 8.3. طب ده ايه اللي حصل؟ احنا الفتره اللي فاتت دي حصل مجموعه من العوامل او المتغيرات، اولها طبعا توجه طبعا الدوله وطبعا بالتعاون مع البنك المركزي في زياده الحصيله او السيوله الدولاريه، تحديدا احنا شفنا ارتفاع احتياطي النقدي من العملات الاجنبيه وصل ل 46.59 مليار دولار امريكي، وده
جزء مهم جدا، ده من العوامل اللي بتأثر في استقرار سعر الصرف والحفاظ على أداء الجنيه أمام الدولار. دي أول العوامل اللي خلينا نركز عليها. بالإضافة كمان إن إحنا بعد عملية تحريك سعر الصرف إحنا شفنا كمان إحنا خلاص ما بقاش في سوق موازي، عندنا في سوق واحد وسعر واحد، ودي كانت من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا الدولة بتشتغل عليها عشان نقلل من التضخم ونقلل من حدة أو الاضطرابات في السوق الموازي. وبالتالي ده كان ليه عاملين مهمين قوي بعد كده حصلوا معانا، وهما إن إحنا ابتدينا تقطب حصيلة من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين اللي تجاوزت 34 مليار دولار في أدوات الدين اللي هي بنسميها الهوت ماني. بالإضافة كمان إن إحنا بقى عندنا مورد تاني ابتدى يرجع يشتغل تاني معايا، وهو تحويلات العاملين من الخارج، اللي لما شاف إن خلاص بقى في سعر واحد مفيش سعرين موجودين للدولار في السوق ابتدت ترجع ترتفع تاني. وده إحنا كان واضح جدا بالأرقام، إحنا بنتكلم في 2.6 مليار دولار في يوليو الماضي مقارنة ب 1.5 مليار دولار في يوليو في يونيو اللي قبليه. بالتالي هنا كمان في عامل خارجي، يمكن حضرتك قلتي برضو في عوامل خارجيه، طبعا في عامل خارجي مهم جدا، وهو احنا شفنا الفدرال الامريكي نزل سعر الفايده، يظهر في توقع في تصريحاته ان احنا في الاجتماع خلاص اربع ايام يوم 17 تقريبا و 18 تحديدا هيبتدي في توجه نحو خفض الدولار الامريكي، وده اللي بيكون ليه دور طبعا في ان يتاثر الدولار الامريكي على مستوى العملات عشان يقلل شويه من سياسه التشديد النقدي عشان يبتدي يحافظ على الدولار كعمله او متواجده في الاسواق، وبالتالي يرجع يجتذب حصيله ثانيه لان عندهم سعر الفايده مرتفع جدا يا فندم على ادوات الدين، وبالتالي دوت بيأثر عليه، وبالتالي لازم يخفض شويه عشان يقلل شويه من اعباء على التكاليف الدولار عليه. اذا هي مجموعه من الاسباب هيكون الهوت ماني او الماء الساخن اللي المال الساخن اللي بيدخل ويخرج لاي دوله على حسب الفوائد في الدول الاخرى. هل ده معناه ان احنا هنستقر الفتره دي عند الاسعار دي؟ يعني مفيش هزات الفتره اللي جايه دي؟ يعني الفتره الحاليه يا فندم اللي احنا شايفينه ان وانس ان هيبتدي الفدرال الامريكي يخفض الفايده، ده هيكون ليه هنقول كده تحديدا انديكيتور للدول الناشئه اللي احنا منهم، ان انت دلوقتي بتدور على اسعار الفايده المرتفعه، وبالتالي انت عندك امريكا نفسها خفضت، فانت عندك معدل الفايده على ادوات الدين عندك ابتدت ترتفع. احنا الهوت ماني هيبتدي يرتفع معانا او هنشهد فيه زياده، ولكن احنا دايما بنوصي ان عدم الاعتماد على الهوت ماني في تمويلات طبعا طويله الاجل يكون مقابل طبعا الهوت ماني تمويلات قصيره الاجل في المشروعات عشان يبقى في بالانس كده بنسميها احنا، صح، عشان ما يحصلش معانا ازمه زي اللي حصلت الفتره طبعا اللي عشان ما يبقاش في مشكله في الماتيوريتي لادر تحديدا اللي هي سلم الاستحقاقات ما بين القصير الاجل يبقى قصاده قصير الاجل وهكذا يعني. طيب سؤال اخير، سؤال اخير حضرتك وبشكل صريح كده، عايز تقول للناس ان اسعار الدولار هتستقر الفتره اللي جايه دي واحتمال تنزل بشكل طفيف، لكن مفيش ارتفاعات الفتره الجايه بصفه حضرتك خبير مصرفي؟ الفترة الجاية ليه؟ اللي هي بنتكلم في خلال الشهر والشهرين اللي جايين دولت، مع طبعا التحركات اللي نشوفها، مش هنشوف ارتفاعات خالص في الدولار، هنشوف استقرار في السوق الفترة المقبلة، ويمكن كمان يحصل فيه انخفاض بشكل يعني نسبي زي ما احنا شفنا، احنا في حوالي جنيه نزل وجنيه طلع، ده احنا شفناه في شهر 8 تحديدا. صحيح. وبالتالي احنا مش هيبقى فيه ارتفاعات بالشكل اللي يعني اللي يخوف او يصيب حالة من القلق في الاسواق. وضحت. انا بشكرك جدا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي على كل المعلومات دي، ورغم وهذا هو الخبر الأخير، رغم أن الفيلم اللي هو أنتاجه برضو اسمه العاشق أو عاشق هو بيحتل الصدارة دلوقتي في خلال 3 أيام بعد ما تم عرضه في دور السينما وهو بطولة النجم أحمد حاتم، إلا أن الناس زي ما اتكلمت على نجاح فيلم العاشق اتكلمت كمان على أين ذهب فيلم الملحد. هو بالفعل تم إصدار قرار بمنع عرضه في السينمات رغم ان الموافقات من الجهات الرقابيه طالعه من شهر يناير اللي فات؟ هذا هو السؤال. طبعا ده فيلم عاشق اللي حاليا متصدر شباك التذاكر، وهو انتاج طبعا المنتج الكبير الاستاذ احمد السبكي، وفيلم الملحد اللي لحد دلوقتي مش عارفين مصيره ايه، رغم ان الاستاذ احمد بنفسه قال انه هيتم ظهوره على شاشات السينما اخر الشهر اللي فات، اخر شهر 8، لكن لحد دلوقتي مفيش اي اخبار. خلينا نساله هو شخصيا ايه اللي بيحصل بالظبط مع فيلم الملحد، ونبارك له كمان على نجاح عاشق. المنتج الفني الكبير الاستاذ احمد السبكي معانا في حديث القاهره. يا اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك، ازي الصحه؟ الحمد لله، مبروك. مبروك على النجاح الكبير اللي محققه عاشق. انت طباني، انا قاعد بعمل مداخله علشان حاجه، علشان الملحد ولا عشان فيلم عاشق؟ لا احنا بس بنهنيك على نجاح عاشق، لكن احنا هنتكلم على الملحد. انت عايز تتكلم عن الملحد؟ ايوه. هو بص، انا مش هقدر اتكلم في الملحد غير في جمله واحده بس. اتفضل. الملحد باذن الله هيتعرض، ومفيش اي مشاكل باذن الله، مشاكله بسيطه جدا وباذن الله هيتعرض. طيب. باذن الله انا بوعدك ان الملحد هيتعرض،
انا نزلت فيلم لاحمد حاتم اسمه عاشق، حاليا مكسر الدنيا في السوق وشغال حلو الحمد لله. طب ما هو الفيلم ده كان من ضمن الاسباب يا استاذ احمد اللي خلت مثلا حد زي الاستاذ طارق يقول. هقول لك على حاجه ما تعرفهاش. الفيلم ده كان في الترتيب، كان هينزل قبل فيلم الملحد، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وكل شيء سبب يعني. بس انا بقولها لك ان الفيلم الملحد هيتعرض. بس هينفع تنزل فيلمين لنفس النجم ورا بعض؟ نعم، زي ما سال الاستاذ. لا 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 لا، انا منزل عاشق عشان تبقي فاهمه، انا منزل عاشق وبعدين هنزل بعديه فيلم اسمه بضع ساعات في يوم ما، دي روايه لمحمد صادق بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر واحمد السعداني ومجموعه كبيره، اسامه محمد سلام، محمد سلام بعد غيبه باذن الله في الفيلم. دي روايه موجوده في السوق اسمها بضع ساعات في يوم ما، وفيها نجوم كتير قوي، فيها ميان السيد، فيها هدى المفتي، فيها اسماء جلال، فيها ناس كتير قوي. الروايه دي معموله فيلم، وبرضك احنا بنحضرها عشان تنزل قبل الملحد. صحيح، حضرتك عارف طبعا يعني ان حديث القاهره هو برنامج كمان الاستاذ ابراهيم عيسى، يعني بنقدمه سوا هنا على شاشه قناه القاهره والناس، لكن ربط اسم الاستاذ ابراهيم بمنع عرض فيلم الملحد كان سؤال مهم جدا عند الناس، والناس قالت ان ده تهدئه للراي العام اللي بيتكلم في ان انتوا ازاي تفتحوا موضوع زي ده، رغم ان احنا هنا قلنا ان مناقشه الموضوعات دي لينا فيها مساحه كبيره جدا من الحريه في التناول المحترم والراقي التنويري للناس. حضرتك نفس الكلام ده رديت عليه للناس التانية أستاذ أحمد؟ اللي هو إيه بالنسبة للعاشق؟ إيه بالنسبة للملحد؟ بالنسبة يعني للملحد. هو أنت مش القاهرة والناس؟ إحنا القاهرة والناس. طب ما تسألي إبراهيم، ما هو عندك في القناة ما تسألي. لا أنا هسأل حضرتك لأن حضرتك الوحيد اللي قلت إن الموضوع مكساج. إحنا عندنا شوية الموضوع إيه؟ يعني ليه علاقة بالتفنيشات النهائية في المكساج والمونتاج والحاجات الشكل النهائي للفيلم، يعني ما كانش ليه علاقة خالص بالرقابة ولا بالمنع. على فكره احنا قلنا قبل كده مليون مره ان احنا خدنا الترخيص من الدكتور خالد عبد الجليل ومعانا موافقه الرقابه على السيناريو. صحيح، مش عارف اقول لك على حاجه، مفيش عمل بيبدا الا بموافقه سيناريو من الرقابه، خارج من الرقابه، السيناريو يبقى خارج من الرقابه عشان انا ابدا تصوير واكلف نفسي، فاهماني؟ صحيح. ليه؟ لان ده المستند اللي انا بشتغل بيه طول عمرنا كده، طول عمر صناعه السينما قائمه على هذا الكلام، ان بيخرج سيناريو بيتراقب وبيخرج من الرقابه. الرقابه هي حره توديه بقى اي جهه ثانيه عشان لو في اي حاجه فيه تخص جهه معينه توديه الرقابه المسؤوله، مش انا معايا، مش احمد السبكي المسؤول صاحب الفيلم. انا ما علي اخد سيناريو خارج من الرقابه متوافق عليه رقابيا بس، ويصور ويجي الرقيب اللي قرا السيناريو، تيجي اللجنه اللي قرت السيناريو في الرقابة تيجي تشوف الفيلم، لو في ملحوظة عايزين يضيفوها أو ملحوظة عايزين يشيلوها احنا بنشيلها، ولو عايزين يضيفوا بنضيف. انتوا أضفتوا مشاهد بالفعل علشان تم طلب، وده حصل في الملحد على فكرة. بالظبط، احنا اشتغلنا على الفيلم والحمد لله الدكتور خالد عبد الجليل شافه، وشافه مرة واثنين وثلاثة، مش عايز أقول لك 10، فاهماني؟ طب وآخر كلام إيه؟ آخر قرار. وفي الآخر راح مطلع البواشر اللي هي تراخيص العرض اللي في دور العرض السينمائي، وأنا خدتها وعندي في مكتبي وموجوده وكل حاجه موجوده علشان انا اعرض الفيلم. حصل شوشره بقى على السوشيال ميديا، اللي بيقول لك ارفع قضيه على احمد السبكي وعلى ابراهيم عيسى وعلى عبد السلام النابلسي، يرفع اللي عايز يرفع، فاهماني؟ فما عايزين يرفعوا، وبيرفعوا قواضي على حاجه ما شافوهاش، يا ريت شافوها عشان يرفعوا قواضي. طب اخر قرار ايه دلوقتي يا استاذ؟ عملوا شوشره، فما اللي في بعد، فما الدكتور خالد قال لي ايه رايك لو ناجل الفيلم شويه نستنى لما الدنيا تهدى. وبعدين قلت له طب بقول لك انا هنزل عاشق، قال لي نزل عاشق، نزلت فيلم عاشق الحمد لله فيلم حلو، مبروك النجاح يا استاذ احمد، كويسة المجهود باين فيه، ايرادات كويسه. وبعدين وبالتالي يعني هبتدي احدد ميعاد فيلم الملحد بعد كده. واحنا في انتظاره يا استاذ احمد، احنا في انتظاره، ومبروك مره ثانيه على نجاح عاشق، ويعني بنشكرك جدا لوجودك معانا في حديث القاهره، كل التوفيق. دي من الاخبار اللي كانت حديث القاهره، خلينا بقى نقول ان احنا لسه عندنا فقرات كثيره جدا، ناخد فاصل قصير ونرجع نقابلكم هنا في استوديو حديث القاهره. الحكومة تنفي تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025-2026. وزارة العمل غداً إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي.
وزير الإسكان يعلن طرح أراضي استثمارية على الشركات المصرية بالجنيه والأجنبية بالدولار. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وجبلية. التشيك تعلن حالة التأهب مع استمرار هطول الأمطار وتجلي 150 منطقة. أهلا بحضراتكم من جديد، ما زلنا معاكم في حديث القاهرة. اتكلمنا على الدولار وليه سعره بينزل قدام الجنيه. يبقى الطبيعي ان كل السلع اللي موجودة في السوق اللي متعلقة أسعارها بأسعار الدولار تنزل لما ينزل الدولار، لكن العكس تماما حاصل في سوق السيارات. لماذا ترتفع أسعار السيارات؟ سؤال مهم، وخصوصا مع الحديث عن كل الخروقات اللي حصلت والتجاوزات في سيارات أصحاب الهمم، واللي بناء عليها تم إصدار قرار بمنع استخدامها ومحاذير معينة. لكن يبقى السؤال، ليه بتعلى أسعار العربيات؟ ده سؤال مهم جدا، احنا محتاجين ناخد إجابة عليه، وخصوصا ان بدا يبقى في شكاوي. يا جماعه احنا كنا قدرنا نتخلص من الاوفر برايس اللي كان بيتحط على العربيات في الفتره اللي فاتت، واللي خلى ناس كتير تخاف ويبقى نوع من انواع تحويش فلوسهم واستثمارهم انه يشتري عربيه ويحطها على جنب، لانه متخيل ان سعرها هيعلى مع الوقت لان الدولار هيعلى. لكن لما كان الموضوع بهذا المنطق والدولار بيعلى كان الموضوع مفهوم. لما بدا الدولار يقل أصبح الموضوع علامة استفهام كبيرة، وهو طبعا حديث القاهرة. المستشار أسامة أبو المجد احنا هنتواصل معاه علشان يجاوبنا بالظبط ليه العربيات بدأ سعرها يعلى، لأنه ما اعتقدش في حديث لأي حد محتاج يغير عربيته أو يشتري عربية جديدة أو أيا كان، أو حتى الناس اللي اشترت عربية وحطت فيها فلوسها، غير إن أسعار العربيات رايحة فين. ولحد ما تجهز المكالمة دي عندي موضوع مهم جدا، الآثار المصرية اللي موجودة خارج مصر واللي أحيانا كتير جدا بنكتشف بعضها بالصدفة لما بنشوف خبر في مزاد عن بيع قطعة أثرية مصرية خارج حدود جمهورية مصر العربية. يبتدي السؤال، القطعة دي خرجت إزاي؟ كان مكانها فين؟ دي حاجات مهمة قوي. لكن في قطعة من أهم القطع الأثرية اللي موجودة برا مصر خرجت، الدولة اللي موجودة فيها دلوقتي وهي ألمانيا بتقول دخل خرجت بطريق مشروع، لكن وفق الدكتور زاهي حواس خرجت رأس نفرتيتي من جمهورية مصر العربية بطريقة غير مشروعة. وعشان كده هو بيقول أنا بدعو كل الناس للتوقيع على الحملة اللي أنا أطلقتها عبر الإنترنت لجمع توقيعات شعبية للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي لوطنه. السنين اللي فاتت كتيرة قوي، جه الوقت ان يرجع رأس نفرتيتي لمصر. هذه العريضة انا بدعو كل الناس، لان انتوا شايفين اللينك موجود عندكم على شاشة، انها تدخل وتوقع عليها، لان القوة الشعبية مهمة جدا في استرداد حقوقنا. هل ألمانيا فعلا ردت على ده زي ما نشرت بعض الصحف؟ خلينا نتأكد من الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير العالمي اللي موجود معانا في حديث القاهرة. دكتور زاهي أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا دكتور زاهي. فعلا هل في أي رد جالنا من ألمانيا بشأن رأس نفرتيتي والدعوة اللي حضرتك أطلقتها؟ لا، هو أنا كنت بعت جواب رسمي من الحكومة المصرية بوافقة رئيس الوزراء لاسترداد نفرتيتي، وبعت هذا الجواب لرئيس المتحف المختص بهذا الموضوع. الكلام ده يوم 2 يناير 2010. رد عليا وقال انا عايز هذا الخطاب يتم توقيعه من الوزير المختص. وانا في الوقت ده كنت بقيت الوزير المختص، لكن الاحداث اللي حصلت في 2011 خلتني ما اقدرش يعني استكمل الحمله. بعد كده لما اليومين اللي فاتوا دول، السنه اللي فاتت دي بالذات، حصل في صحوه من المسؤولين في الدول الاوروبيه وخاصه ماكرون رئيس فرنسا، واعلن ان هو قال ان هم استنزفوا الثروات افريقيا واثار افريقيا، وقال الاوان ان يرجعوا هذه الثروات لبلادها تاني.
صحيح. فأنا قلت استغل هذا الموضوع وأعمل الوثيقة اللي نشرتها على الإنترنت. هو الحقيقة أن لحد دلوقتي أعتقد ما فيش غير 5000 واحد اللي وقع. إحنا عايزين الحملة التوقيع يصل إلى 1,000,000، عشان زي ما أنت بتقولي القوى الشعبية مهمة جدا إن هي تطالب بالاسترداد. وأنا شايف أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا الموضوع اهتمام خاص، فده برضه هيخلي هيدينا دفعة وقوة إن إحنا نجري وراء هذه الحملة. لكن أهم حاجة إن إحنا عايزين المصريين يعرفوا إن إحنا بنرجع أثرنا، بنرجع الآثار المهمة، لأن نفرتيتي تعتبر من أهم القطع الأثرية الموجودة، مكانها الطبيعي لازم يكون المتحف المصري الكبير. وهذه قطعة يعني مميزة جدا، وما زالت حتى الآن يعني بتتباهى بها برلين في إنها موجودة، ولا ألمانيا في إنها موجودة بحوزتها، رغم إنها مصرية خالصة، وعلى المصريين أن يطالبوا بعودتها لأرض وطنها. مش أكتر يا جماعة من توقيع على الوثيقة على الإنترنت، بنقعد على الإنترنت طول النهار، خلي هدف مصري قوي يكون عندكم وتضمنوا، زي ما أنا كمان تضمنت مع الدكتور زاهي حواس وكل حد موجود هنا معانا في حديث القاهرة. دكتور زاهي، أنا بحييك جدا على المجهود ده وإنك ما زلت مصر. أنا بشكرك على الاهتمام ده، ودي حاجة جميلة، ويعني الواحد بقى بيتفائل خير لما بشوف الإعلام. مهم جدا إن الإعلام يبقى معانا عشان نقدر نخلي كل، لأن رأس فرتيتي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية. يعني اتسرقت، فلازم ترجع بلدها تاني. بالظبط، وايا كانت بقى الذرائع الثانيه اللي بتقولها المانيا، فخلينا نواجه ده بالقوه الشعبيه. طب انا عندي سؤال بقى بصراحه، تصريح قريته لحضرتك واثار دهشتي جدا. حضرتك بتقول ان عام 2024 وعام 2025 هيكون العام الاهم في حياتك العمليه، نظرا لاكتشافات مهمه جدا في طريقها تظهر للنور. الخبر ده حقيقي؟ حقيقي طبعا. احنا بنشتغل في سقاره عشان نشوف الهرم المفقود، المفروض يكون خاص بملك من الملوك، هو الملك حوني اخر ملوك الاسره الثالثه. بنستعمل الدي ان ايه عشان ندور على مومياء الملكه نفرتيتي وبنتها عنخ اس ان امون، وبندور على ازاي توت عنخ امون اتقتل، وبندور في وادي الملوك على مقبره الملكه نفرتيتي. فانا عندي احساس ان العام ده والعام القادم باذن الله هيكون عام خير بالنسبه لنا كلنا كمصريين. طب وفي اي اخبار عن غرفه الملكه او غرفه التهويه اللي موجوده في هرم خوفو؟ احنا لسه بنشتغل ولسه ما وصلناش لحاجه، اول ما نوصل لحاجه طبعا هنعلن هذا تماما. مفيش اي كشوفات اثريه تحب تعلنها معانا النهارده دكتور زاهي نفرح الناس؟ لا، ما نقدرش نعلن حاجه غير ما نكون متاكدين منها، فطبعا لما يكون في عندنا حاجه هنبلغ حضرتك فورا. عظيم. طب دكتور زاهي، انا عندي سؤال اخير وانا بختم مع حضرتك. بنشوف كتير جدا من اثارنا المصريه بتتعرض في مزادات خارجيه وبنقول انها خرجت، وخرجت ازاي؟ فهل يا ترى في جزء من الحلقه المفقوده دي ليها علاقه ان احنا ما عندناش ارشيف كامل بما تحويه المخازن لا. او المتاحف اللي موجوده في مصر، القطع الاثريه بترتبها؟ المشكله كلها ان في 2011 و2012 خرجت اثار كتيره جدا عن طريق الحفر خلصه، فما عندناش دليل بيها. لكن المشكلة الحقيقية اليونسكو عمل قوانين مجحفة بالنسبة للدول اللي أثارها بتتسرق. وأنا بتمنى إن احنا يعني نعمل ونستعد لعقد مؤتمر دولي عشان نجيب اليونسكو ونحاول نغير هذه القوانين، عشان المشكلة لما واحد عنده قطعة أثرية بيبيعها ما بيقولش إن دي جايبها منين. تصور القانون بيديه الحق إن ما يقولش، وده عملية غريبة جدا إن طالة عرض في أمريكا أو إنجلترا أو أي دولة أوروبية لما بتعلن قطع أثرية فريدة ما بيقولوش القطعة دي طلعت بطريقة قانونية ولا لأ. فعندنا مشكلة مع القانون الدولي، وإحنا عشان كده بنحاول نعمل المؤتمر الدولي. أنا بحاول مع دولة المكسيك إن هي تعقد هذا المؤتمر عشان يبقى المؤتمر دولي وليه قوة وفعالة، بحيث إن إحنا نقدر نخلي صلاة العرض نجبرها على إنها تدي المصدر، تقول لنا المصدر اللي جابت منه هذه القطعة. صحيح، وهيفرق كتير جدا جدا في معرفة وتتبع الآثار المصرية بتخرج إزاي. أنا بشكرك جدا طبعا العالم الكبير الدكتور زاهي حواس على وجودك معنا في حديث القاهرة، وبدعو مرة تانية كل المصريين يدخلوا ويوقعوا على هذه العريضة. جزء من تاريخ مصر تقدر ترجعه بتضامن شعبي، موضوع بسيط. قبل ما أخرج يعني ونلتقي بالموضوعات اللي باقية في حديث القاهرة، رجل أنا بعتز جدا بكل كلمة قالت في حقه، لأنه بعيدا عن أنه كان رياضي ماهر إلا أنه إنسان كان محبوب جدا، الكابتن إيهاب جلال.
مصر ودعت الكابتن إيهاب جلال اللي كان عمره بس 57 سنة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي، مدرب منتخب مصر السابق، من يومين يوم الأربعاء. طبعا حالة من الحزن كبيرة جدا عند الناس كلها اللي عرفته أو تعاملت معاه، وخصوصا إن وفاته حصلت بشكل صعب جدا، يعني أصيب بنزيف في المخ وفشل الأطباء في إن هم يسيطروا عليه وللأسف توفي. إحنا بندعي له بالرحمة، ومن حديث القاهرة لكل محبيه ولعيلته وأسرته وللنادي الإسماعيلي اللي أعلن الحداد عليه 3 أيام، نقول لهم البقاء لله، قلبنا معاكم وإن شاء الله مكانه الجنة.